استخدام الجهد الاستخباري المدني والانتشار الواسع لقطعات الجيش والشرطة في ضواحي العاصمة بغداد وطريق الزائرين إلى محافظة كربلاء وتعاون المواطنين ساهم إلى حد كبير في منع المجاميع المسلحة من استهداف المواكب الحسينية خلال العشرة الأيام الماضية. قيادة فرقة المشاة 17 وخلال عملية استباقية نفذتها في مناطق الدورة وحي العامل تمكنت من اعتقال 9 مطلوبين والعثور على كدس للأسلحة والمتفجرات. جزء من أعضاء هذه المجموعة لاذ بالفرار واتخذ من منطقة الدورة وحي العامل ملاذ آمن له، فتم القاء القبض عليهم ليلة أمس بعملية ناجحة، وتم القاء القبض على 9 من هؤلاء المطلوبين، وسوف تعرض اعترافاتهم المفصلة خلال الأيام القليلة القادمة. بالإضافة إلى ذلك تم العثور على كدس في منطقة الكيلو 12 وتحديدا في منطقة اللطيفية يحتوي على عبوات ناسفة، من المحتمل أنه كانت هذه العبوات تستخدم لاستهداف الزائرين أثناء عودتهم من المحافظات الجنوبية بعد انتهاء الزيارة. عودة الزائرين إلى مناطق سكناهم شهد هذا العام تنظيماً وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث ساهمت آليات الجيش أيضاً بإعادة الزائرين رغم الجهد الذي بذلوه نتيجة حالة الإنذار المستمر على مدى الأيام الماضية. تأمين الزوار وحمايات المواكب الحمد لله والشكر، يعني ما حصلت خسارة لا بالممتلكات ولا بالبشر. إن شاء الله إحنا ماضين بهذا الجهد وما يتوقف وما يثنونه، إن شاء الله نتمكن منهم ونقضى عليهم إن شاء الله. انتهاء مراسيم عاشوراء هذا العام في العاصمة بغداد دون خروقات أو حوادث أمنية قوبل بترحيب واسع من قبل المواطنين مشيدين بجهود الأجهزة الأمنية وانتشارهم في جميع أحياء وأزقة وشوارع العاصمة طيلة ساعات اليوم لحمايتهم. الجهات الأمنية خلف الله عليهم كان دورهم كلش مشرف ونشكرهم وهم حمايتنا. الجيش يعني الجيش العراقي وفضل عليه كل مساعدنا ما شاء الله، ونشكر القيادة من بداية النهاية. وبرغم نجاح الأجهزة الأمنية في منع المجاميع المسلحة من تنفيذ عملياتها خلال أيام مراسيم عاشوراء، إلا أن مراقبين توقعوا تنفيذ هذه المجاميع هجمات مسلحة بمجرد انتهاء حالة الإنذار لدى الأجهزة الأمنية خلال الساعات المقبلة. أحمد عرام، الحرة، بغداد.